بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنقوم بعرض أول أداة من أدوات التول بار، وهي أداة الموف تول، واختصار حرف البي، أداة أساسية في البرنامج ولازم نفهمها كويس. إحنا حكينا في لقاءات سابقة عند الضغط على أي أداة من الأدوات هاي بتفعل معها شريط الخصائص الخاص فيها. هلقيت عند النظر إلى هاي الصورة أو هاي التصميم، هنلاقي انه هاي التصميم بتكون عندي من 3 لاير، 1 2 3. اللاير الاول هذه الخاصه بالباك جراوند، الخلفيه اللي فيها السماء والنجيل. اللاير الثاني اللي هو خاص بالتراكتور اللي هو الجرار. اللاير الثالث اللي هو خاص بالاحصنه او الخيول. تمام، هلقيت انا واقف فعليا على اللاير الخاصه بالخيول، وانا مختار اداه الموف تول. بمجرد اني ادوس في اي مكان في الصوره، يعني اضغط بزر الفأرة الايسر في اي مكان في الصوره واحرك الماوس، بلاقي الخيول بتتحرك معي. تمام، هلقيت في عندي خاصية موجودة في شريط الخصائص اللي اسمها Auto Select غير مفعلة. لو أنا فعلتها وضغطت صح أمامها، تمام، وأنا هلقيت وين واقف بالنسبة لللايرز، واقف على اللاير الخاصة بالخيول. تمام، هلقيت أنا لو بديت أوقف هنا أحرك، فهو إيش اختار لي؟ اختار لي، انا كنت واقف على الجرار، اختار لي مين؟ الجرار. تمام، وبدأ يحرك معه وانتقلت اللاير بدل الهورس للتراكتور. يبقى هلقيت الاول، خلينا نعيد كمان مرة. في الاول انا كان خيار الاوتو سيلكت ماله غير مفعل، تمام، وانا وين كنت واقف؟ على اللاير بتاعت الخيول. تمام، وانا واقف في اي مكان في الصورة وبديت احرك صارت الخيول تتحرك معي. طيب في الخيار الثاني او الطريقه الثانيه انا فعلت ايش؟ الاوتو سيلكت. تمام، ولقيت انا واقف فعلا في مكان ثاني بعيد عن الخيول، واقف عند الجرار وبديت احرك، بدات تتحرك معايا مين؟ الجرار. تمام، يبقى لقيت الاوتو سيلكت بيختار لي اي اللاير اللي انا باقف عليها، اللاير اللي انا باقف عليها. طيب هلقيت لو انا واقف بدي احاول احرك اللاير الخاصه بالباك جراوند، طيب مش راضي تتحرك. طب ليش؟ لانه عندي فيه موجود قفل. طب بدي الغي القفل، خلينا نوقف على اللاير تاعت الباك جراوند ونلغي القفل من المنطقه هاي زي ما اخذنا في اللقاء السابق، بنزيلها وببدأ أقدر أحرك اللاير الخاصة بالخلفية، وتلاقيها بتتحرك معايا بكل سلاسة. تمام، هلقيت في الأوتو سيلكت بلاحظ إنه موجود عندي 2 أوبشن، الأول اللي هو خاص باللاير والثاني اللي هو خاص بالجروب. يعني إيش هذا الكلام؟ هلقيت أروح على اللاير الخاصة بالهورس، تمام، وبدنا نعمل دوبليكيت لاير. يبقى انا بدي اعمل لاير جديده من اللاير الخاصه بالاحصنه واقول له دوبليكيت، انحرك. هلقيت عندي لاير الاول واللاير الاول والنسخه الثانيه منها، يبقى عندي 2 لاير، اللاير الاول والنسخه الثانيه منها. هلقيت انا بدي احدد اللايرين مع بعض بتاعت الاحصنه، انا ضغط على اللاير الاول، بضغط على زر كنترول، بختار اللاير الثاني. وش بدي اعمل انا؟ بدي احطهم في جروب، باجي بقول له كرييت انيو جروب، بنلاقي انه عندي الاثنين لايرز بتاعت الاحصنه صاروا في داخل مجلد الجروب. تمام، هلقيت لاحظ معايا انا شو مفعل؟ اوتو سيلكت لمين؟ لللاير. تمام، الآن بدي أدوس أنا على اللاير بتاعت الأحصنة، بتحرك معايا مين؟ اللاير هاي. اللاير التانية برضو بتاعت الأحصنة بلاقيها بتتحرك معايا هان.
طيب هلقيت انا لو بدي احرك اللاير اللي في داخل الجروب بالكامل، تمام؟ كيف ممكن اعمل؟ كل ما عليا انه اجي هان احكي له اوتو سيلكت لمين للجروب، وابدا احرك في المنطقه هاي. طيب لو انا واقف هان وانا ضاغط اوتو سيلكت جروب، هيتحرك معايا الجروب ايش؟ بالكامل. طب لو بدي احرك واحده منهم، باجي بقول له اوتو سيلكت لمين؟ لللاير، وببدا احرك اللاير اللي بدي اياها. شفنا الفرق بين الاوتو سيلكت لاير واوتو سيلكت جروب. طيب لقيت في معايا اوبشن بحكي لي شو ترانسفورم كنترولز، تمام؟ لو انا واقف على الجروب اظهر لي الشو كاني عملت على كنترول تي، تمام؟ وبقدر يا استاذ اكبر، اصغر، احرك لفوق، امطها لفوق، انزلها لتحت، تمام؟ يبقى انا بقدر اتحكم فيها، اكبرها، اصغرها. طب واحنا حكينا افضل حاجه للتحريك انه اضغط على زر الشيفت واجي على اي كورنر من الزوايا وببدا اكبر من اي جانب او اصغر عشان نحافظ على النسبه والتناسب ما بين الطول والعرض، تمام؟ طيب الافضل عندي لو انا واقف على الموف تول، الافضل عندي بقول لي بدك تفعل التحويلات اللي عملتها، بدي اقول له لا. الافضل شيء اللي انه الغي الصح الموجود على شو ترانسفورم كنترولز. طيب ايش اعمل لو بدي اغير المقاسات؟ حكينا كنت اغص على كنترول زائد التي. طب هذه من وين اجيبها؟ ايش معناها كنترول زائد التي؟ معناها اديت، ومعناها حاجة اسمها فري ترانسفورم. وبنلاحظ عندي هنا كنترول تي، وبقدر أكبر وأصغر، تمام؟ يبقى الأفضل عندي أعمل كنترول تي. طيب مازال لي أنا واقف في المنطقة هاي، خلينا نراجع شغلة بسيطة. كليك يمين الماوس، في عندي فليب هوريزنتال، كليك يمين فليب هوريزنتال، برضه في عندي فليب فيرتيكال، اخذناهم اللي هي بتعمل لي ميرور وانعكاس للصوره. طيب لو بدي افعل الامر اللي عملته بحط صح، لو بدي الغيه بحط اكس، تمام. هلقيت في عندي شغله موجوده هنا، خصائص لها علاقه بالالاينمنت بالمحاذاه. طيب مش مفعلين عندي. طب عشان تتفعل لابد انه احدد اثنين طبقة. طيب على سبيل المثال انا لو بدي الجرار هذا، الجرار يكون في منتصف الباك جراوند، في منتصف الخلفية، ايش اعمل؟ طب خلينا نفعل شغلة معينة اللي هي الرولر المسطرة. هنقول فيو، وفي عندي هنا رولر، ظهرت الرولرز، وبدي احكي له كليك يمين على الرولرز، بقول له بريزنت. هلقيت اقف على الجرار، على اللاير بتاعت الجرار، تمام؟ وبضغط على زر الكنترول للباك جراوند اللاير الثانيه. وايش بدي احكي له؟ بدي احكي له انه انا بدي الاينمنت للهوريزنتال سنتر، بدي اشوف الجرار في النص. هلقيت لقينا الجرار صار في السنتر تاعت مين؟ الباك جراوند. طب خلينا نتاكد شويه، كنترول تي، بنلاحظ عندي البيفوت وقف لي عند 55، المفترض يكون عند 50 لانه الصوره تاعتي مش مظبوطه او اعدادات تخصصها مش مظبوطه. طيب خلينا برضو نشوف شغلات ثانيه في الالاينمنت. هلقيت انا بدي اقف اقول له دونت بليس، هلقيت مثلا الجرار هذا والباك جراوند، ايش بدي احكي له؟ بدي اياه في المنطقه هاي اللاين للبوتون ايدجز، نزل لي الجرار على النجيل. برضو الاحصنه مع الباك جراوند، بدي اقول له اللاين
بوتون إدجز، وممكن أجيبهم في المناطق اللي بدي إياها هين، أو بدي أجيبهم هان، أو أجيبهم في نص الصورة. يبقى هاي شفنا الألاينمنت اللي إلها علاقة بالمنطقة هاي. يعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء.